بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي، واعتصمت بحول الله، رضي الله عن الصحابة أجمعين. وحبه المدح بما لم يفعله، سببه الطمع في غير العلي. قال لك وحبه اللي هو الإنسان المدح بما لم يفعله، يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذه الصفة القبيحة سبب اتصاف الإنسان بها، الطمع في غير الله تعالى، والطمع في الحوادث سببه الطمع في غير العلي. نعم. وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسد تحسن رسمه، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة. أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد، فيما ترجى حجة الإسلام من فضل ذي الجلال والإكرام. قال لك وارسم، معناها عرف بحبك زوال النعمة إذا أردت أن تعرف الحسد، أعاذنا الله وإياكم منه، عرفه بهذا التعريف. هو تمني زوال النعمة عن الغير، حسد وهو تمني زوال النعمة عن الغير. معناها وارسم، معناها عرف بحبك زوال النعمة عن غيرك، أو حب نزول مصيبة به. الحسد ارسم الحسد، وعود ارسم تحسين رسمه هو يحده بذلك. نعم. فحده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، كما في الإحياء. نعم. هو قال لك قبيح، من قبيح الخصال، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب الرقيق، ولا يمكن قطع مادته إلا بسلوك طريق التصوف. نعم. أيوة. بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها، الباء تصويرية، معناها أنت تحب زوال النعمة عن المحسود، ولكن لا تسمى حاسدا، لا تكون حاسدا إلا إذا كنت لو قدرت على زوالها عنه لأزلتها عنه. أما إذا كنت تكره له هذه النعمة ولا تحب أن يؤتى هذه النعمة، لكنك إذا قدرت على زوالها لا تزيلها، فلا تكون حاسدا بهذا، لا تكون حاسدا بها. نعم. عند الغزالي رحمه الله تعالى. نعم. بحيث الباء التصويرية، أن لو أمكنتك حيلة تزيلها اللي هي تلك النعم، عملت تلك الحيلة وأزلت النعمة عن المحسود. عملت تلك الحيلة التي تزيلها. أما إذا كانت مخافة الصمد، مخافة الله تعالى، أنها تصدك، معناها تصدك عن إزالة تلك النعمة عن المحسود، بحيث لو قدرت عليها يمنعك من ذلك تقوى الله، خوف الله، فلست ذا حسد مذموم، لست صاحب حسد مذموم. بما ترجى، معناها الرجاء، ترجيه الرجاء، حجة الإسلام، يعني فيما ذهب إليه الغزالي، من فضل الله تعالى، من فضل ذي الجلال والإكرام، حجة الإسلام، الحجة يعني درجة من العلم، الحجة العالم، العلماء درجات، فيهم الحجة والثبت، وفيهم الحافظ، وفيهم في أبيات إن شاء الله سأرسلها إليكم للعلامة محمد يحيى اللبوف صاحب الرحلة الذي يتكلم عن المؤلف، نظم بها أسماء العلماء، درجات العلماء، لأن حجة الإسلام الغزالي رحمه الله كان عالما جليلا كما تعلمون، كان يجتمع أو تجتمع في مجلسه 400 محنك، تلامذته 400 محنك، والمحنك هو صاحب درجة من العلم كبيرة.
كبير كبرت. نعم، لأنه تبين أنه تبين بذلك أنه حجة ذي الجلال والإكرام. طيب، قال: ومن كرهه حتى كأن يمقت نفسه له بريئا من فداء ما لزمه، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: من كرهه، من كره هذا الحسد من نفسه حتى كأنه يمقت نفسه لأجل هذا الحسد، هذا ما عليه، بريء من أداء ما لزمه. هذا هو مبلغ جهده، أنه يكرهها، أن يكون يكره هذا الحسد كره شديد حتى يكره نفسه لاتصافها بهذا الحسد. هذا يفعله الشخص فقد أتى ما عليه، ولا يكون آثما بهذا الحسد. طيب، أيوة. أما الدواء أدعي ما لزمه، فعل ما لزمه، أقرأ هذه الكلمة تتعتعت هنا، أقرأ التعتع. أما دواء هذا المرض، مرض الحسد، فعمل بضد مقتضى الهوى كنفعه إن زان ضرا والثناء عليه، حيث لك من زين. دواءه هو العمل بضد مقتضى الهوى ونقيضه، قول وفعل. دواء الحسد أن تعمل بضد هواك، مما مثل لذلك بقوله كنفعه إن زان ضرا. إذا زين لك مثلا هواك ضر الحاسد، ضر المعفن، ضر المحسود، تعمل بضد ذلك، تنفعه، تحاول أن تنفع المحسود. والثناء عليه والمدح له حيث لك ذما زين. كلما زين لك شيئا تعمل بضده. إذا زين لك ذم المحسود تمدحه، نعم، وتظهر الفرح بنعمته وتتواضع له. طيب، زلوق، نفي الأخلاق الذميمة بالعمل بضدها عند اعتراضها، كالثناء على المحسود والدعاء للظالم بالخير والتوجه له بوجوه النفع. نعم، هذا صعب. وعلمي أنه يضر الحاسد يغتم مولانا ويعذب غدا، ولا يفيده بشيء ما، ولا يزيل عن محسوده ما نول. وعالجه أيضا، يعالج هذا المرض أيضا، علاجه العلمي، هو علمي معناها تحقيق أنه يضر الحاسد. عالجه بأن تحقق بأن الحسد لا فائدة فيه، لأنه يضر الحاسد في دنياه ودينه، هو يتألم بحسده ويتعذب به، ولا يزال يغتم الآن في الدنيا ويعذب غدا يوم القيامة بهذا الذنب، هذا الذنب الذي ارتكب. نعم، طيب، يغتم مولانا ويعذب غدا ولا يفيده بشيء ما، وهو لا ينفعه، هذا لا يفيده بشيء، لا يفيده بشيء، لا عاجلا ولا آجلا، ولا يزيل عن محسوده ما نول أعطي، وكذلك لا يزيل عن المحسود النعمة الذي أعطيها. إذن ضره أكثر من نفعه. دواؤه بهذه الأشياء، أسبابه عداوات، تحببه تكبر، تعزز تعجب. قال أسبابه اللي هو الحسد، العداوة، أسباب الحسد المذموم، ومداخله سبعة، منها العداوة، ويكره النعمة عليه لأنه عدوه، إما بسبب ديني أو دنيوي، أسبابه عداوات، تحببه، وكذلك التحبب معناه
يعني تحبب المتزاحمين على مقصد واحد، كل واحد يحب أن يكون أول محبوب، كما يقع بين الضالات وبين بعض التلاميذ. نعم، تكبر ومن أسبابه أيضا التكبر، بأن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه الانقياد. هك سمعت. فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل فيتكبره ويرتفع عن متابعته، يخاف أن هذا المحسود إذا نال نعمة لا يقبل هذا تكبر الحاسد، يحسده الحاسد ويحسده. تعزز من أسبابه أيضا التعزز، تعزز يعني من العزة، يثقل عليه أن يجد هذا الشخص نعمة فيرتفع عليه. مثلا إذا نال بعض أقرانه ولايته لمنصب أو مالا أو علما، خاف أن يتكبر عليه، خاف الحاسد أن يتكبر عليه من نال هذه النعمة، يعني من عزة النفس. هذا أيضا من أسباب الحسد. تعجب كذلك من أسباب التعجب، وذلك أن تكون النعمة عظيمة والمنصب كبيرا، فيتعجب من فوز مثله بتلك النعمة وذلك المنصب. طيب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرياسة وشح هاتي، أسبابه اللواتي منها يأتي. طيب، ما زلنا في مداخل الحسد وأسبابه، نتحرك معها المؤلف والشيخ يتحرك معها رويدا رويدا، جزاه الله خيرا رحمه الله تعالى. نعم، حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من أسباب أيضا الحسد، حب الرياسة كما قال ابن عاشر أعلم بأن أصل الآفات حب الرياسة وطرح الآتي رحمه الله تعالى. والشح، ومن أسبابه أيضا الشح، شح النفس بالخير على عباد الله. الواحد يعود شاح بالخير إذا وصف عنده شخص بخير شق عليه ذلك، هي نعوذ بالله جبلة تكون في الشخص طبيعة. طيب، شح هاته السبعة، هذه أسبابه اللواتي منها يأتي، وقد يجتمع بعضها أو أكثرها أو جميعها في شخص. ونعمة بكافر إن فاجري يقوى بها على الأذى ويجتري، فيها يجوز مرض الضرائر، أفاده ميارة ابن عاشر. طيب، قال لك ونعمة بكافر معناها عند كافر فاجر فاسق، وهو يقوى بها معناها يستعين بها على الأذى للخلق وتهييج الفتن وإفساد ذات البين، ويشتري بها على معاصي الله، هذه يجوز الحسد فيها هذا الكافر أو هذا الفاسق إذا كانت عنده نعمة يعصى بها ويظلم الناس بها، يجوز حسده فيها. فيها يجوز مرض الضرائر يعني الحسد. أفاده الغزالي وابن حجر في الفتح وميارة بن عاشر.